استعدادا لاستقبال عيد الفطر، تتجند العائلات الجزائرية بتحضير أشهى أنواع الحلويات التقليدية، غير أن اللافت للانتباه أن الكثير أصبح يلجأ اليوم لاقتنائها جاهزة، فهذه المحلات مؤخرا تعرف إقبالا واسعا وتهافتا كبيرا للزبائن عليها، ويجد الحلواجيون والحلواجيات أنفسهم يسابقون الزمن من أجل توفير كمية معتبرة تغطي جميع الطلبات. المعروف على ولاية سعيدة بالمنتجات حلويات تقليدية، وكاين كل أنواع الحلويات بما في ذلك كل أنواع الحلويات التقليدية والعصرية على كل أنواعها وأشكالها. هناك إقبال كبير على الحلويات من داخل الولاية ومن خارج الولاية. وعلى الرغم من الارتفاع الذي تشهده أسعار الحلويات الجاهزة بالمحلات، لم يثني ذلك من عزيمة النساء اللواتي يرغبن في شرائها في هذه المناسبة، فلم يعد الأمر يقتصر على السيدات العاملات، بل حتى ربات البيوت أصبحن زبونات أوفياء لتلك المحلات. والحلويات المقر تاعها هنا، أنا حسب التجربة تاعي هنا تلقى كلش، تلقى اللي تحوس عليها تلقاه، أي حاجة تطيح في خاطرك تجي هنا تلقاها. مع الها تاع رمضان وكل شيء لقينا هو موفر لنا كلش، خادم كاطو زين تاع دار ما عليه والو. مع رانا رمضان وشغل تاع رمضان ماناش نقدو باش نصنعو الكاطو، سبوغ سا رانا نجو نشرو غير هنا من عند حميده، عندها كاطو شباب بصح للاسف ماناش نجمو نشوفو كاع انواع الحلويات، خاطش كيما راك تشوف خويا راه الحانوت مكتظ بانواع الحلويات. ما تلهاش باش دير في دارك باسكو تعبو اللحوم الحمان وكاع بها، رانا نشرو من عند حميده الكاطو راه واجد وكاع. وقصد تغطية الطلب المتزايد عليها، تسعى محلات بيع الحلويات توسيع عملها لساعات إضافية تلبية لجميع الطلبات.